الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بسم الله لمن فسقدوس أهدو أملاك آمين. أنا سعيد غاية السعادة في هذا اليوم أن أأتي إلى هذه البلاد المباركة والبلاد الجميلة. ودا تبارك جونا دس بمغدا متلو إثيوبيا لغو منيت بمتعتي بتعم تعلق دستا يسمعنيال. يشاركني في هذه السعادة الوفد القبطي الذي يتكون من عدد من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة وأب كاهن ومن مصر ورئيس الدير وشماس يمثلون الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. بزي يتكدس جهنيتن لكان باباسات كهناتنا دياقونات كجبس أجر كمتو كنيجر إن دستاي كارونيال. وأحمل إليكم تحيات الشعب المصري كله. يا جبس حزب سلام تايجي لا تشونا تشالو. الحقيقة العلاقة بين الكنيستين الكنيسة القبطية والكنيسة الإثيوبية قديمة للغاية. أونات لما نعرف هنا بإثيوبيا بتكريسيانا بجبس بتكريسيان كوبتيك يعلم جنين يونات بتعم يقوي تاريخها وينه. والروابط القوية التي تربط بين إثيوبيا وبين مصر كثيرة. بجبسنا بإثيوبيا مكالمو يميات ساسراتشو تل تنكر يهونا جمر عليه. ولكن قبل أن أعدد هذه الروابط أود أن أذكر أننا الكنيسة الإثيوبية وبطريركها أخونا الحبيب في المسيح أبونا متياس والكنيسة القبطية التي أمثلها نحمل نفس الاسم تودروس تعني عطية الله باللغة القبطية ومتياس تحمل معنى عطية الله باللغة العبرية. وأشكركم على هذه الترانيم الجميلة في الموسيقى الرائعة.